اتخذوا من الحطام ملعبا لهم، انطلقوا من أحياء فقيرة حالهم كغيرهم، رياضة لم يعرفوها إلا عبر المشاهدة، الباركور، رياضة الحركة والانتقال بين نقطتين بسرعة وكفاءة عالية، حيث أنها في غزة تخطت مرحلة الترفيه لتصبح قوتا للعيش وملاذا للحياة. احنا يعني شغلنا بسيط، انه احنا ممكن نعمل عروض في حفلات اعراس او امور زي هيك، ممكن انه يكون في فعاليات او مهرجانات رياضية انه احنا نشارك فيها ونتكلم باسم رياضة الباركور وهيك. تحتاج هذه الرياضة الى القوة البدنية العالية وسرعة البديهة والانضباط التام، واي تردد قد يصيب من يمارسها باضرار جسيمة، تماما كالفنون القتالية. لكن هذه الأمور لم تكن يوما عائقا لهذا الفريق، لا سيما وأنهم يتعرضون للمضايقات من أهالي الحي بشكل يومي. المشاكل أنه قول الناس كتير، يعني في ناس بيقولوا أنها حرامية وعشان نتسلق الأبنية، وعشان هيك إحنا بنلجأ للمقبرة والأماكن البعيدة. وعلى الرغم من سوء الأوضاع الاجتماعية وتدهور الحالة النفسية بسبب الحصار المفروض على القطاع، فهم شباب حالم، لكن حلمه الوحيد يتمثل بالخروج من غزة للمشاركة في المسابقات العالمية ليمثل بلاده ويوصل للعالم رسالة عنوانها الحرية. شباب جمعتهم رياضة عنوانها المغامرة لتصبح أسلوب حياة والدة للتميز، فهل تحمل في قفزاتها مستقبلا لغد أفضل؟ رامي عيسى، العرب اليوم، غزة.